الوصفه اللي درتيها يعني كوني اكيده بلي اي مشكل عندك سواء كنتي كتعاني من السحر غتمنع السحر وغتمنع الحسد من حياتك نهائيا، وغتجيب لك الرزق ان شاء الله باذن الله تعالى. حتى ولو كان عندك مشاكل قد الدنيا، زوجك او حبيبك يعني تخلى عليك الفتره اللي هي طويله بزاف، غادي ترجع الامور لطبيعتها. عملتيها برات بيتك ولا داخل المنزل ديالك ما كتشكلش فارق، المهم هو انك ديريها وديري النيه. يلا معايا نتعرفوا على الوصفه واللي نتيجتها سريعه اكثر مما كتخيلوا، واللي غادي تملا بيتكم افراح وارزاق ومسرات، وغترجع الامور لطبيعتها وغترجع الفرح والسرور للقلب ديالك ان شاء الله. يلا معايا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وصفات، مرحبا بكم في قناه وصفات الزهره الورديه لعلاج جميع انواع السحر والتابعه والعكوسات وجلب الحبيب ورد المطلقه باذن الله تعالى. اليوم جبت لكم وصفه من الوصفات المضمونه والسريعه في التخلص من مشاكل الحسد والسحر. يعني اذا كون عندك سحر او حسد او عين وانت ما عارفاش، وتلاحظين انه امورك الزوجيه والحياتيه يعني كتدهور، وكتشوفي ان الشمل ديالك يتشتت وان ولادك يضيعوا قدام عينيك، يعني كتشوفي ان يعني واحد الطاقه سلبيه كتدور بدارك، فغادي تخلصي من جميع هاد الطاقه السلبيه اللي كتدور بدارك وكتدور بيك وكتدور بزمانك. هاد الوصفه ايضا يعني صالحه لجلب الغائب. ملي كنهضروا على جلب الغائب، فمثلا عندك واحد الشخص متخاصم مع واحد المده اللي هي طويله مفارقه معاه، والنفس ديالك نفسك انك تشوفيه وترجعي يعني ويرجع ليك وترجعوا مجموعين باذن الله تعالى، فهاد الوصفه راه كتصلح لهذا النوع هذا. بالنسبه للمكونات راه بسيطه جدا ومفعولها قوي، وغادي تصدمي من النتيجه، كوني اكيده بلي غتصدمي من النتيجه. وحتى يعني المراه اللي مع رجلها في الدار عنده مشاكل واقفين على الطلاق، فدير هذه الوصفه راه حتى هي غتصلح ليها وراه تلقى فيها نتيجه، ولكن فقط الله يجازيكم بالخير. تبعوا هذا الشيء اللي كنقول لكم خطوه خطوه، وكيف ما كنقولوا كيقول واحد المثال شويه بشويه باش كيدخل الجبل لقدره، ما عرفش واش المثال هو هذا، ولكن يعني بشويه بشويه الانسان يتكايس وخطوه خطوه ويتبع هادشي كنقولوا. كتبوا هادشي في الورق الله يجازيكم بالخير باش تطبقوا الوصفه كما هي. وراه اهم حاجه في هذه الوصفه هذه هو النيه، راه النيه كتغلب، راه النيه كتغلب والله العظيم. المهم كنحتاجوا الملح، كنحتاجوا يعني ثلاثه المعالق كبيره ديال الملح، كنحتاجوا بصله تكون نظيفه، ملي كنقولوا نظيفه يعني ما تكونش فيها الغبره، وحتى من هاد القشور هادو، هاد القشور هادو يعني كنحاول اننا نحيد هاد القشره اللي كتكون زايده، كنحيدوها على جنب ونخلوها تكون نقيه، البصله تكون نقيه وتكون متوسطه الحجم. المهم كنحتاجوا ايضا واحد الكيس بلاستيكي، كيس بلاستيكي بحال هذا، نحيد هاد الزوائد هادو، كنحتاج واحد الكيس بلاستيكي بحال هذا. المهم انا هادشي راه كنقول لكم غير شفويا، وانتم طبقوه تطبيقيا. كنهزو واحد الكيس بلاستيكي كنديرو فيه يعني الميكا، كنديرو فيه دوك ثلاثه المعالق ديال الملحه، ثلاثه المعالق ديال الملحه كنخوها، ثم كنهزو البصله كنديروها وسط، كنديرو البصله وسطها، وكنحاولوا اننا نغلقوا هاد البلاستيكه باحكام. كيف ما قلت لكم يعني كنحاولوا اننا نفلو عليها على البصله هكا باحكام، ومن بعد ما كنحركوا داك الكيس البلاستيكي باش ينسجم لينا او يتجانس لينا مع ديك الملحه اللي قلت لكم كنديروها وسط هاد البلاستيكه مع البصله، يعني ثلاثه المعالق ديال البلاستيك ديال الملحه.
ومن بعد كتقولي داكشي اللي في نيتك كيتحقق ليك. فمثلا كتحركي الكيس وانت كتقولي انا فلانه بنت فلانه عيطت على فلان ولد فلانه للمحبه والعشق، ولا مثلا انا فلانه بنت فلانه عيطت لفلان ولد فلانه للمحبه والطاعه ولا المحبه والزواج ولا المهم انت داكشي اللي في نيتك، ولا انا فلانه بنت فلانه عيطت للرزق وتيسير الامور في العمل في الشغل في الرجوع لابن من السفر رجوع الحبيب رجوع الزوج، يعني اي حاجه كتمنيها في خاطرك بغيتي انها تحقق لك بغيتي انها تيسر كتبقى تحركي في ديك البلاستيكه كتحاولي انك يعني تحركي فيها باش ان الملحه وديك البصله يتجانسوا مزيان، يعني كتولي هاد الملحه هادي هذه البصله هذه عامره ملح بالبصله وانت كتحركيها وكتنوي داكشي اللي في خاطرك كتبقى تعاوديها 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 المهم حتى ل 15 مره 20 مره قد ما بغيتي نديها 15 مره للفوق كتبقى تعاودي داكشي اللي في خاطرك انتيا. ثم بعد ذلك اش كتهزيها وتحطيها في الماريو او الدولاب ديال الملابس ديالك، كتهزيها وتحطيها في الماريو او الدولاب ديال الملابس ديالك وتنسيها كتنسيها مره غير واحد الحاجه، يعني مثلا نتي نطي ودرتيها في الماريو ديالك او في الدولاب ديال الملابس ديالك ولكن ماشي غادي ديريها في شي بلاصه مثلا فوق الحوايج فين ما تجي تحلي نتي الماريو كتبان لك، لا خصها ديريها تحت الحوايج ولا مثلا عند الحوايج مثلا ما حنا دابا داخلين في البرد كديرها مثلا عند الملابس ديال الصيف وكتخبيها تما وكتخليها يعني كتخليها وكتنسايها لمده، كاين اللي كيخليها مده 3 ايام كاين اللي كيخليها سيمانه كاين اللي كيخليها 15 يوم كاين اللي كيخليها اكثر من 15 يوم حتى 20 يوم كاع، ولكن المده فاش كتخليها لبنات هي المده يعني قد ما كانت المشكل يعني الحجم ديال المشكل اللي عندك. فمثلا الا تخاصمتي انت والحبيب ديالك غير واحد المده ديال 3 ايام مثلا راه كتخليها غير ديك 3 ايام ولا حتى كاع سيمانه، تخاصمتي معاه مثلا وصلتوا لمرحله الطلاق وتفاقتي معاه مثلا شهرين هذه ولا عام ولا 3 شهور ولا هذا فكتخليها اكثر من 15 يوم، تخاصمتي معاه مثلا يعني مثلا الابن ديالك ولا الزوج ديالك سافر واحد المده اللي هي طويله وبغيتي انه يرجع باذن الله تعالى والامور يتيسروا ليه كديريها وكتخليها حتى كتبان لك شويه النتيجه واحد 15 يوم 20 يوم شهر كاع، ولكن بقى جباو عليها يعني لان علاش لان البصله راه وسط البلاستيكه وبطبيعه الحال البصله اكيد غادي تحلل، يعني بقى جباو عليها قد ما كيبان لك ان اللون ديالها تبدل يعني ما بقاش في ديك الحموريه ولا الصفوريه على حساب البصله ولا بيضاء، يعني كيبان لك كتولي دايره بحال مشحره كتولي يعني ما بقاتش قاصحه كيما كتشوفي راه كتبان البصله الا تحللات كتخرجيها من البلاستيكة ديالها يعني متخليهاش تتحلل وتعطي الريحة في الحوايج وهذا لا، كل مرة جبي عليها مثلا المشكل ديالك يلا تخاصمتي معاها 3 ايام خليتيها 3 ايام 3 ايام راه ما غيوقع عليها والو، ولكن مثلا مدة 15 يوم خاصك تبقى تجبي عليها كل مثلا في 7 ايام كاملين دوز السمانة خاصك تجبي عليها وتشوفيها ياك ما عطات الريحة، المهم إلا جاوبت ما عطات الريحة راه كتحيديها من البلاستيكة وكتلوحي البصلة كتلوحيها في القمامه في الطارو ديال الزيت بالحشاكم وكتهزي ديك الملحه اللي يعني اللي سميتو لان البصله راه كتسوسيها من ديك الملحه كتهزي ديك الملحه كتخويها في الماء وكتخلطي ديك الملحه في الماء وكتمشي لعند العتبه ديال الباب ديال داركم يعني العتبه ديال البيت ديالكم وكترشي داك الماء اللي بالملحه اللي جبتي من هذه البلاستيكه هذه، راك ولي اكيد الحبيبه ديالي ان الامور باذن الله تعالى غتيسر، انا ما كنقولش لكم شي حاجه ما كايناش راه قسما بالله الا كنقول لكم هذا الشيء عن تجربه والوصفات اللي مجربين، شتي كون كان شي وصفه اللي ما مجرباش انا ما كنبغي الاذيه حتى شي واحد وما كنبغي حتى شي واحد يتضر ولا شي واحد يمرض في صحته ولا شي واحد لا نهائيا، انا راه كتعرفوني يعني راه كنمشي كنغدر مود و كنرجع و كنلوح لكم وصفه جوج ثلاثه، الاهم عندي هو انكم تستافدوا و كيبقاو فيا دوك الميساجات اللي كيوصلوني في تليفوني كيوصلوني في التعاليق ديالكم، راه
راه انا قلت لكم كنتعاملوا مع البنات. فالله يجازيكم بالخير، جربوا هذه الوصفه وان شاء الله ما يكون غير الخير، وردوا عليا الاخبار. واللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجه تكتبها لي في التعاليق، وما تنساوش انكم تدعمونا بلايكاتكم وتعاليقكم زوينين بحالكم باش نزيدو نعطيكم اكثر واكثر ان شاء الله. مع السلامه.